السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. اليوم في هذا الفيديو معايا بصراحه كما قلنا في الفيديوهات السابقين، يا ربي ان شاء الله يحيد علينا هذا البلاء، هذا الداء، هذا المرض، هذا الكورونا فيروس. يا مولانا الكريم كندعيو قلوبنا مع بعضنا، كنا جميع في هذه الحاله، في هذه الازمه. المهم كنطلبوا ربي ان شاء الله يرجع المياه لمجاريها. نتوكلوا على الله اليوم هذا الفيديو. كل عام وانتم بخير البنات والاخوان ديالي والعالم، العالم كله. فبمناسبة رمضان كنقولوها وكنعاودوها، وفي هذه الأزمة أصلا رمضان وهذه الأزمة هذه، كنديروا شي محاولات، كنبغيو نساعدوا بعضنا، بعض الأفكار اللي كتسهل علينا، بعض الحاجات اللي كنستعمل اللي كتخلينا نجلسوا في الدار وتخلينا نحافظوا على الأكل ديالنا. المهم الفيديو ديالنا الجديد اليوم صراحة عبارة على جوج حوايج. فهاد عندنا هذا، انا عندي اليوم الخضره ديالي بالثلاجه، كيفاش غندير الخضره في الثلاجه ونحافظ عليها مزيان بصراحه وتدي ليا مده طويله. اللي ما عندوش بصراحه راه يدير حاجه ثانيه، واللي عنده راه يلقى هادشي. حنا عندنا هادو بصراحه في كيتباعوا بزاف، هاد هما البرين كيبر، راني درتو في واحد الفيديو شفتوه لكن ما وضحتش مزيان عليه. هاد القنيشه هادي صراحه، هذه البنات راه كتقدروا ربما كاع الا ما كانتش هذه الخنيشه هذه دار شي حاجه اخرى. ازي كان سي ويلكم تو داي وذ مي ان ذا نيو فيديو ان تو اول اباوت تو داي تو اورجانيز ذا فيجيتابلز ان يور ريفريجريتور سبيشال ان ذيس سيتويشن وذ كورونا فايروس اول اوف اس ات هوم. سو اف يو شوب وان تايم يو كود سيف ا تايم وذ ليس شوبينج وين يو اورجانيز يور فيجيتابلز ان ذا ريفريجريتور. البنات شتو هذا، هاد الخنيشه هادي بصراحه ها هي موجوده هنا، ما نطولش عليكم توكلوا على الله. هادو عندنا الشلاد البنات، البنات عندنا هنا كنديروا فيها بصراحه هاد ملي كتجيبوا الميكا ديال هادي، غير انا شريتها مثلا هكذا، اما لا شريتو الشلاده نتوما سلاط ديالكم اللي غتشرى غتقطعوها وتغسلوها وتنظفوها ولا تخليوها هنا. هذا بصراحه لا يحرق فيه شي عضايم، ها هو كما العاده كنبغيو نستافدوا، استاف منك استافدي مني. اول البنات شوفوا هذا كاع الخضروات، كاع الحاجه الخضراء في هذه كتدي واحد المده البنات. هذا هو المهم في هذا الفيديو بصراحه. ها انتم البنات هكذا، هذه هي الفكره، هذه هي الاولى، هذه هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه as you can see there is something that like a it help keep produce fresh anyway too. شتو البنات انتم like this thing you can find it everywhere. هذا شتو ديال الثلاجه، هذا you can find everywhere I believe this had crisper كريسبر لاين. I tried so many times البنات شتو هو اصلا هذا، ما فهمتش شنو هو الفرق بين هذا وبين هادو اللي كنحطو حنا مثلا بحال هادي هي تحت عندي هي تحت هذا كاع كلهم كيشدو مثلا ما كيزلقوش، ما كيخليوش الخضره تزرق، ما كيخليوش الخضره تخسر، ما كيخليوش الخضره بصراحه الا لا خليتي خضرتك مده ومده طبعا راه غتخسر لك، ولكن كيحافظوا على هادشي كله. As you can see this kind of crisper this It's like a shelf things. How is this? Whatever the shelf. What do you call you this? You could use it on a shelf or a. Is that same? No, they're not made. They're so kind of like that. You could grip, use it for yourselves to grip stuff. Also. Yeah. So هذه كتخلي الحوايج لصقوا ما كيدوروش ما كيزلقوش البنات. هي مزينات. شتو البنات هي شوفوا. صراحة في هاد الأفكار حلوة. مثلا أنا عندي الطماطم ديالي، ها هو المطيشة ديالي هنا، خليتها هنا ما غطحش. ياك؟ غنقولوا مثلا هاد الخيارات ديال وري وانا ساي وانا تيل مي سامثين جو هيد وا شو ساي سامثين. المهم انتم البنات شفتوا كما قلت لكم هذا هو سميتو، كتحافظوا على كنحافظوا على شويه باش ما نبقاوش نخرجوا نتقداو كل مره ولا حاجه. الا جبتوا شي صخره مثلا تدي لكم واحد بالاقل واحد واحد الوقت اللي كتب مثلا احتاجيتيش باش ما تخرجيش مرتين في السيمانه ولا كاي. هاد الحوايج هادو هاد المسائل هادي كلها بصراحه كتعاون كتنفع طريقه بصراحه غير عاديه، فليش لا. هذا البنات هما يا هكذا شفتوا بصراحه كيفاش كيشد لكم داكشي كله كتمشي نيشان في انا كندير الحامض في الثلاجه. بعض الناس انا غير عطيت المثال، بعض الناس الحامض مرات ما ديريش في الثلاجه، مرات كل واحد وشنو كيدير. المهم انا عطيت غير هاد الفكره كيفاش كيما ماشي فكره، يعني الفكره هي عظيمه بصراحه. هما هذا الشيء انا كيعجبني هذا الشيء بصراحه، هاد الافكار وكن يعني كنفتخر بشكون هادو اللي كيديروا هاد الافكار هذه بصراحه. كتنفع جميع الناس، جميع يعني جميعنا كنستافدوا من هاد الافكار بصراحه. يا سلام على هاد باور برين، هوفر ميك ذيس ستاف از باور برين. البصيله هذه بصراحه هي اللي بقات في البلاستيك ديالها راها كتخسر البنات.
والله الا لا كتخسر. المهم انا هذه ما كنخليهاش تكثر، عوضة تقطعوها مرات وتخليوها. المهم هكذا، هذه هي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. هذه هي السلاده ديالي، ها هي هذه السلايده، هذه عوضة اللي ما تستعمليهاش مثلا تقدر تدي لك اكثر من اسبوع في هذه الشكيره. هذه الشكيرات كنضل انا مثلا، لانه هو وحدتو بعدها شفاف بحال هذا الكنوع. حنا نقولوا مثلا هذا القطن، مش القطن، لا ثوب ديال بحال الكتان، حنا نقولوا ثوب ديال هكذا، يا الكاتن رايت يس كاتن يا كاتن. As you can see this little bag, salad bag or whatever it is, it's green, it's very nice. The best result this is you wash it and drain it and your favorite salad and green with cold water and everything plays green. تحط فيها شي كلشي زوين بصراحة، تغسليها وديري لها كلشي. المهم الطريقة ديالها بصراحة عجبتني وبغيت نشاركها معكم وتجربوها. هذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، فكرة جديدة بمناسبة رمضان، والحفاظ على الخضره ديالنا وعلى الحوايج اللي غادي يساعدونا في هذه الازمه اللي حنا جالسين فيها في الدار. فلهذا البنات نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.